السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ شو أحوالكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم إن شاء الله فيديو سريع مثل ما أنتم شايفين هني. هذه تي بي ام اس تاير بريشر مونيتور سيستم، سنسر حق تواير السيارة. طبعا مثل ما تعرفون أن الشاص ما يجي معاه سنسر واحد يجي، لكن بسيط حيل، يعني بس يعطيك أن التاير أي تاير كان، حتى السبير فاش ولا مو فاش، نازل عن 28 PSI ولا صاعد، أو قصدي نازل عنه بس. لكن هذا ما الحين مشهور هذا بالسوق، صاير هذا شو اسمه. طبعا هي مع المانيوال، وهذا هذا هو يقيس لك التاير الضغطة، ويقيس لك هم حرارة التاير، فشيء حلو يعني. هم انت تعير كم تبي الحراره توصل، اقصاها وادناها، وهم ان البريشر كذا تبي، ضغط التاير تبي اقصاها وادناها. اقصاها انا مو متاكد، لكن ادناها 17 PSI، فشيء حلو ان شاء الله. وهم ان هذا الشيء رخيص، يعني انا خذيته من برا، كنت طالبه من قبل كورونا حتى، بس تاخر وايد، لان طالبه من اي بي، موقع صيني، او البياع كان صيني، فوصل لي قبل اسبوعين تقريبا 10 دنانير. الحين هذا نفسه ينباع يعني بسوق رمضان، هم من ينباع طبعا نوع، يعني ينباع هذا النوع اللي هو يكون سنسر خارجي نفس هذول زين، وفي سنسر داخلي هم من ينباع. الداخلي 30 دينار تقريبا هني بالكويت، والخارجي 20 دينار. اما هذا 10 دنانير ما يفرق وايد، لكن انا خليت الخارجي لان اذا بحط الداخلي لازم اقص الولف اللي موجود من الوكالة، فاتوقع السنسر هم راح يخترب مال الوكالة، فما بيخرب مال السنسر الوكالة، فحطيت الخارجي. والحين ان شاء الله راكبه. واهم شغلة ثانية ان الخارجي طبعا تقدر تبدل البطارية بسهولة من غير ما تفتح التاير وكذا، فلا ايجابيات ولا سلبيات. طبعا الداخلي يكون دقيق اكثر. طبعا انت تقدر تعيره، تخليه تبي بي اس اي ولا بار ولا سيليزي ولا فهرنهايت. انا حطيتها العاشق معشوق او شقشاق، اساس اركبه هني هذا المكان كذي، بيكون على السيارة. الحين بس ناقص اركب السناسر ويشتغل معي ان شاء الله. الحين حط رير ليفت هنا الصوب في المكان. طبعا قبل ما اركب هذا حتى اتاكد من دقته، قست التاير نفسه، فتقريبا كلهم 34 كان. تحط الواشر اول، هذا حتى لا احد يبوق، يعني حد يبوق السنسر. تجيب هذا الواشر، تجيب الواشر وتلته من ورا، لان الواشر هذا شوي ماسخ. ركبتهم، فهذه القراءات الأمانة لازم، طبعا أتوقع كل السناسر كذي لازم تمشي فيهم شوية لين بعدين يقرا القراءة عدل، بس لا بأس فيه على 10 دنانير. فالأمانة هم مو دقيق وايد، يعني أنا كنت قايسهم ثلاثتهم كانوا 34، وواحد كان شنه 33، فمعطيني بس اللي تحت هني على اليسار 34، اللي فوق 32، هني كنا كان 32 او 33، فالحين قاري لي 31،
واللي ورا على اليمين 32 درجة حرارة. أوكي مضبوطة تقريبا نفس درجة الجو 37 درجة حرارة. أنا ما مشيت فيه، مشيت فيه شي فرة بسيطة حوالي الفريج. بس هذا كان تقديراتي حق المنتج هذا تي بي ام اس، مشهور صاير الحين. طبعا هذا هم يشتغل على السولر وهم يشتغل على الاهتزاز، يعني من تركب السيارة مشغل السيارة المفروض انه يشتغل، واذا ما اشتغل تقيني انت ما يشتغل. واساسا هذا كان المفروض انه يتعلق على الجام، بس تدرون جونا حار فانا خليني اذا ما بغيتها اشيل الشذي، بس ما تركب انزل من السيارة والجو حار حاطه هذا بس عاشو معشوق ايا كان اسمه. ويعطيكم العافية يا شباب، إن شاء الله استفدتوا، يعطيكم ألف عافية.